السلام عليكم، نرجع معكم تاني بنتكلم هنا في السمارت جريد، بنتكلم على الاكتف باور بالانس والفريكوانسي كنترول بشكل عام. طيب ايش اللي حنطلع عليه هنا؟ بنطلع بنقول عندنا ثلاثة اسبكت لازم احنا نطلع عليهم عشان نقدر نفهم الاكتف باور بالانسز. ايش هم اللي بنتكلم عليها؟ اول حاجه الكاستمرز تبعيني لازم يضلهم مبسوطين، لانه بدنا اياهم زعلانين. ليش؟ لانه بدنا نوصل لهم كهرباء 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع within specified او regulated requirement. الان اللي عندي الحاجه الثانيه السيستم لود فاليو تشينجز كونتينوسلي، في الشيء في الأجهزة الموجودات عندنا في البيوت أو في المصانع أو في غيرها مش دائما مشبوكة على طول ومش دائما بتشتغل طول الوقت، بتشتغل وبتفصل في أوقات حسب الحاجة إلها في هذا المجال. فلهذا السبب يعني اللود كونسومشن فاري، وهذا ايش بيصير؟ السنكرونس جنريشن جنريتر لازم بارتيسيبيت تو كيب اب البالانس الموجود عندي. الحاجة الثالثة اللي بنتكلم عنها اللي هي الستورج، انا القدرة على ان اخزن طاقة لفترات طويلة بكميات كبيرة بحيث اعالج القصور اللي بحصل عندي في وقت الذروة او وقت الطلب المتزايد او وقت الاسترس، هذا مش حاليا مش بالحجم الكبير اللي احنا متصورينه. لهذا السبب هذا موضوع بحث علمي لساته ممكن ينبحث فيه في هذا المجال وإيش أفضل الطرق، وفي هذا بنتكلم عنهم لو نتكلم على جزئية الستورج لاحقا في أو في مساق الرينيوبل انرجي، بنتكلم على الستورج في هذا المجال اللي بدك تطلع عليها وتشوف إيش التكنولوجيا الموجودة. الان زي ما حكينا لارج اماونت اوف باور لفترات طويله او انرجي لفترات طويله نقدر نخزنها، هذه لحتى الان مش موجوده. ويمكن طبيعه الرينيوبل جنريتورز اللي هي زي السولار والويند هنا بتقدر تعطيني باور، بس المشكله فيها ايش؟ انها انترميتنت وبتختلف من نهار لليل من موسم للتاني، فهذه إشكالية. الآن بدنا الكنترول برينسيبل دائما اللي احنا بنسوي فيه ايش هو بيتحكم فينا؟ انه السبلاي والديمان هدول ماست ميت عشان تزبط عندي المعادلات اللي بنتكلم فيها. الآن انا عندي الميكانيكال بدها تساوي الالكتريكال باور الموجود عندي للتورباين زائد الايش اللي عندي اللوسز الموجودة في السيستم، فهذه دائما بنحافظ عليها. يعني الاماونت اوف باور اند روتر سبيد فور ذا اوبريشن هذه لازم احنا نضلنا فيها. تيبيكال جنريتور ويل اولويز هاف سم روتيكن ماس اسوشيتد وذ، يعني في حاجه بتلف كتل كبيره بتلف اللي هي الروتر اوف ذا ماشين فور ذا توربين كابل تو ذا الشافت. الان a single big mass with some inertia زي ما حكينا من الموجودة عندي في من مخلفات الميكانيكال سيستم. الان اللي عندي لما نزيد الكونسومشن ايش اللي بيحصل؟ يعني الطلب بيزيد على الاستهلاك، بصير عندي يعني سواء بالزيادة او النقصان بصير اختلاف عندي. هذه حيصير vary الستيتور اللي عندي at equilibrium. the electrical power عندي equal الميكانيكال باور، والاكسلريشن او الدي اكسلريشن بتساوي ايش؟ زيرو. يعني هذه الناتجه عند البي اي بتساوي زيرو، وهذه الميكانيكال بتساوي الايش؟ الالكتريك. فهذه at equilibrium اللي احنا بنتكلم فيها. يعني الان عاده لما يصير طلب بالزياده او النقصان بيصير في عندي يعني اذا في عندي فائض بيصير ديكسلريشن، واذا عندي زائد بدي يصير ايش؟ نقص بدي يصير ايش؟ اكسلريشن للموجود عندي، يعني بدي يصير اسرع في حركه الجنريتر او ابطئ فيه. زي ما بتعرف انه الكيناتيك انرجي دائما والروتيتنج ماس ايش بتعطيني؟ هاي المعادله تبعتها اللي هي بتساوي نص في جي في اوميجا سكويرد، وهذا بيساوي 2 باي سكويرد في جي
في الاف سكويرد اللي هي جاية من الفريكوانسي تبعنا بشكل عام. الان لو قلنا احنا نعطي مثال عندي, خلينا نقول generator is running on no load and it's operated at 50 hertz. a value of 50 hertz اللي هي احنا ايش بنقول عنها, هي عبارة عن 50 لفة بالثانية, وهذه بتساوي لما نضربها نحولها لدقيقة بتعطيني, اضرب في 60 بتعطيني 3000 RPM اللي هي typical value اللي احنا بنتكلم عنها دائما يعني في عالم المواتير. if we place these values in the formula we have just seen وبتين اللي عندنا هذه بتعطينا قديش 200 ميجا جول, لو حطيتها هان بتعطيني 200 ميجا جول كيناتيك انرجي فيها. الان لو اجى على السيستم عندي suddenly load connected اللي هي 10 ميجا وات, اللي هذه طبعا بتعمل لي بتسحب لي منها 190 ميجا جول في الموجود. وهنا لو عملنا rearranging السيستم فريكوانسي بصير بتنزل ل 48 و 73%, يعني هذه صارت اقل من ال 50 اللي احنا متعرفين عليها. الان عادة اللي بصير لما بصير نقص في الباور الموجودة ايش اللي بحصل, بصير تذبذب في الفريكوانسي. الان الاصل احنا بنستخدم يعني الكنترول استراتيجي اللي عندي لنتغلب على النقص في هذه الفريكوانسي او الدروب في الفريكوانسي الموجود هذا عندي. اول خطوة بيشتغل فيها اللي هي البرايمري كنترول. برايمري كنترول بتعمل لنا ريجوليشن للميكانيكال سبيد اوف ذا روتر تو انفلوس ديليفري اوف ذا الكتريكال باور, وهذه عادة بتيجي يعني في الاوردر اوف خلينا نقول سكندز. وفي هذا المجال يعني ملي سكند وسكند, بعدها بيجي ايش السكندري كنترول, والسكندري كنترول بيجي ان ذا اوردر اوف مينتس, وهذا تيك بليس اند تراي تو ريستور الامبالانس اللي حصل في منطقه معينه. الان لو قلنا عندنا بلدان معينه, هذه لو في عندنا مواتير اكثر من موتور كل واحد, هاي المعادلات اللي تكلمنا عنها ال 200 وال 190 كيف هذه بتؤدي لتغير في الفريكوانسي اللي بتساوي 48.7. الان زي ما حكينا لو عندي صار حصل خلل انه احد المواتير عطل في منطقه معينه, وهذه تابع لبلد معين, والكهرباء هذول عندهم خط مشترك بين اكثر من بلد, يا اما البلد هذه بدها تعوض تستخدم يعني الكنترول الف الكنترول اللي عندها والاحتياط اللي عندها لتعوض الخلل اللي حصل, او بدها تشتري طاقة من البلدان المجاورة عندها. عادة بيجي اخر نوع من الكنترول بنسميه التريشري كنترول, والتريشري كنترول هذا سلو, نتكلم عن several minutes لseveral hours, وهذه بتعمل economic dispatch بتشوف ايش ارخص الطرق لا بنعوض الطاقة الموجودة, يعني بتشتغل على الايكونوميك بارت في هذا المجال. يعطيكم العافية الحين, وبناخذ بريك وبنرجع تاني ان شاء الله نتكلم على التايب اوف ريزيرف فور كنترول فريكوانسي.